صح انا راه الفطور ديال المقله الاصدقاء كنا خدامين مزيان، جات هاد الكورونا هادو حبسنا والحمد لله هاد القضيه راه ولينا دابا بادين، راه الحمد لله القضيه راه بغات تفرد شويه، راه الناس ولاو تيجيو، حنا راه زعما راه مساعدين الخدمه كيما كنا خدامين، الحمد لله القضيه ولاو الناس يدخلوا، الحمد لله القضيه بغات تعاود تولي كيما كانت قبل، راه الحمد لله حنا مساعدين، حنا راه خدامين على الجنات ديالنا، ولاو وليت حاضرين كنديروا الكتاب في الجنات. حنا تنتسناو الحمد لله باش تعز علينا هذا وتسنى هذا اللي داري هذا، راه الحمد لله غادي ترجع القضيه كما كانت. بالنسبه لسي صالح، بالنسبه للساكنه وسميتو هنا شنو هذه المنطقه اوزود فين جات؟ خويا اقليم ازيلان، شلالات اوزود، شلالات اوزود اقليم ازيلان. يعني شحال تتبعد يعني شنو المميزات ديال هذه المنطقه؟ المنطقه خويا راه فيها المنابيع، فيها المغارات، فيها القروضه، فيها ديزوطيل، فيها كلشي. يعني هي منطقة طبيعية طبيعية مزيانة، كلشي مزيان. عندنا كوجنات، عندنا ديزوطيل هنا، عندنا اللي كلشي كاين الحمد لله، حنا راه مساعدين، تسنى غير الزين، الله يهدي بعدا. والسياحة يعني بالنسبة للسياحة هنا واش كاينين توافد ولا ما كاين والو؟ شوية الساعة مازال حنا خدامين مع المغاربة ديالنا شوية دابا. الساحل الداخلية بالنسبه للتخليطه هادي شنو فيها السيسه؟ فيها الشيء اللي كتجي، فيها الشيح، الريحان، اليزير، الزعتر، الزعيتره، الورد، الرجل، سيدي الزعيده، فيه الويزه، فيه الويزه، كلشي كتجيب كلشي هنا، كديرو فيها التخليطه اللي بغاه، هادو كنخليهم معزولين اللي بغا بياسه كدير. لا علاش تتلقى جاسمين بحال هاد العشوب هادو؟ الصران، المعدة، العصاب، الدرب. يعني هاد المنطقة هادي هاد العشوب من تيجيو؟ هادشي كنجي شي حدا من البلاد ديال الوسط، كنجي شي حدا من الكومونات، السواق وداكشي، كل غنم اللي كتجي. هاد المنطقة غنية بهاد المواد الطبيعية. وشنو هي الرسالة ديالك للمواطنين أنهم اللي بغاو يجيو لهاد المنطقة شنو تقول لهم؟ وين الطبيعة مزيانة، ما كاين لا سرقة لا والو، الدران كاين الكريم مزيان، الماكلة، كلشي، ما كاين اللي وصل حد. يعني انا 25 عام هنا ما كاين لا صفر لا والو، كاين فين ما بغى يمشي لبرا، فين ما بغى يدوز الفلوس، يدوز الذهب، الكورتون، ما كاين اللي يقيسها. يعني منطقة آمنة. منطقة آمنة. آمنة ما تخاف حتى حاجة. شنو عجل العشوب اللي عندكم هنا من غير هاد التخليطة؟ لا هادشي اللي كاين، كاين من غير هادشي كاين اللوز. شنو؟ كاين الزيتون، كاين الفلاحة ديال الزرع، القمع، اللبانة، المعدس، كلشي. بالنسبة للأثمنة ديال اللوز والكركاع شحال تتراوح يعني هنايا؟ تكون في واحد الوقيتة ديالها كاين 70 درهم، كل واحد فيها 50 درهم، الماء، العجاج، الفنا، كلشي المنطقة الفلاحة، كلشي كيكون فوقتها، اللوز فوقتها، الزيتون فوقتها، فلاحة أخرى فوقتها، كلنا نسميتو فوقتها. متنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.